الاسم سلاي مريحي، دوار ولاد سبع جماعه بروس. السيده اللي تقري نهار الحد ما بغيناهاش تقري لنا ولادنا، ما صالحاش لنا، ما صالحاش لولادنا. هاد السيده واش هي استاذه نتاع الاسبوع كله ولا غير تابعه للدعم المدرسي؟ تابعه للدعم المدرسي ماشي استاذه. لان غير نهار في الاسبوع كتقول ايه نهار وما تكملوش. كاين نهار اللي تيجيو الدراري يتسناو هنا تقول لهم انا مريضه وما تجيش. ايوا هادشي اللي كاين، حنا ما بغيناش تقري لنا ولادنا وصافي، ما خداماش لينا وما خداماش لنا لولادنا. شنو هما الاسباب بالضبط؟ ها؟ الاسباب بالضبط. لابسه لباس ماشي هي هذيك وما خداماش لنا ولادنا ما باقيش بغيو يمشي. يعني ولادك ما بقاش يستافدوا من الدعم بسبب هي ما بقاش بغي يمشي يقرا هادشي. وما حاولتوش تكلموا معاها؟ ما تكلمنا معاها ما حتى شي حاجه. زعما تقولوا ليها بانه هذوك الامور اللي هي ما خدامه لكم انتم تنصحوها بها باش ما بديناش حنا نقولوا عليها، خصنا اصحاب الجمعيه اللي مكلفين بها هما اللي يجيو يقولوا لها هذا الراي، ولكن حنا ما خداماش لنا. عمر من ولاد السبع. تفضل. عمر من ولاد السبع. كيقولوا هاد الناس ساكنه كيقولوا ولادهم ما غاديش باقي يسافروهم للمدرسه، علاش ما خدامينش هاد الناس؟ غير عاود الله يخليك عاود دقق الامور، واش ما غاديش يسافروهم للمدرسه ولا غادي يسافروهم؟ ما غاديش يسافروهم للمدرسه في الاسبوع. في الاسبوع؟ يعني كتكلموا على نهار على اليوم الاحد. هي عندها في المدرسه وبين احنا ولاد الدوار اللي عندهم. انا رحيم بكر من نفس الزير بن الشويس، الزير بن الشويس ساكنه ولاد السبع. قياده بوروس عملت سيدي بوعثمان. تنتشكاو هاد الناس مع مسدي من هاد السيده ناضت الفتنه اولا بزاف الناس تخاصموا هنا فين الناس شي ما باقي تيحبل شي على قبل واحد الجمعيه ديال الاباء والناس تيطلبوا العمس ديال راه ما كاينش شي قرايه هنا فين راه ما كاين تقول التعليم ديال المدرسه راه والو زيرو اولا بعيد عليها والو ما تشوفوا حتى شي حاجه لا مسؤوليه لا والو لا جمعيات كاينين جمعيات الاباء وتقول ناضوا الناس بيديروا جمعيات الاباء ولات المعارضه هادشي اللي كاين وانت تطلبوا العمازي الله يجزيك بخير الله يرحم والدين راه الدراري عندنا ولاد المدرسه تا هما هنا فين راه مضرورين راه ما عندهمش بعداك النقل المدرسه تيجي راه الدري تيمشي من هنا فين لجامعه بوبكر قول لي يا خويا النهار كامل قاعد قول لي يا سيدي عندك شي وليدات تيقراو انت نهار الحد عندي انا الدري يلاه بتخرجوا عندها 50 راه مقيده 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 والدراري راه تيقراو في جامعه سيدي بوبكر سيدي بوبكر وراه تيمشيو الدراري هنا من 5 تاع الصباح اولا راه ما كاين حارس الحارس فين هو فين هما الاساتذه تيجيو تيجي لك ساعتين ثلاثة ويزيد الاستاذ راه الاساتذه راه ما كاينش حارس راه ما كاين قرايه الدراري يضل هنا في النهار كان يمشي وجر تيقرا سيدي جوج ساعتين وتيخرج بحال ويزيد الدراري ولادنا راه من 5 تاع الصباح كنصيفطهم لجامعه بوبكر راه ما كاينه مدرسه ما كاين تقول يعني ما كيستافدوا والو من هاد الحصص ديال الدعم واش الدراري اللي بيستافد بيضل النهار كامل بجوجتين بيستافد ما غاديش يستافد الله يجزيك بخير راه حنا تنصيفطو الترونسبور الترونسبور كاين ديال الجامعه والو منه فينا هو هاد الجهه فينا هاد الناس راه ما كاين حتى حد المطالبه ديالكم المطالبه ديالنا نعم اسيدي بغينا مسؤول دخل نعم اسيدي نهار الاحد غادي يقراو واحد من البلاد يقريهم ولد البلاد يقريهم البراني ما عندهم يعني دابا الوليدات ما باقيش غتصيفطوهم ما غاديش يصيفطوهم ضروري اسمي دنيا السباعي دنيا السباعي اش كدير هاد دنيا هنا علاش جيتي جيت باش نسميتو نهضر باش تدير لنا هاد السيده تتقرينا من الحد للحد وجيتي بوحدك لا ها بابا معايا فين هو هو هذا انت الاب ديالها اييه قدم لنا راسك عفاك السباعي مولاي حفيد السباعي مولاي حفيد اييه البنيه ديالك شنو عندها المشكل عندها عندها تنقولها سيري تقرا قالت لك بابا ما بقاش بغي نقرا واخا بنيتي شنو المشكل اللي عندك تجي لابسه شي لباس غير محترم وما تفقريناش مزيان تفقرينا ساعه وتتمشي ساعات المكانه آه. نهار الحد اه وبعد مره تكذب علينا تقول لنا باللي مريضه وشحال انتم كتعانيو من هادشي هي عام عام كامل لا اشنو كطالبي انت يا كنطالب باش تحيدوا علينا هادو تحيدوا علينا هاد المعلمة وجينا شي هذا شي ولد من البلاد وكاينين ولاد من البلاد؟ اه كاينين اه عندهم الباك عندهم الإجازة اه قاريين اه السلام عليكم الاسم تاعي عبد الحق بن شوي جماعة بروس ولاد بن سبع هو علاش جيتي؟ جيت باش نقول لكم بلا هاد المرأة
بلا راه ما تتقريناش مزيان، تتقرا ساعه وما تخلط تقول لنا بلا راه مريض. واش تنقدم كراوس الزير بالشوي ساكنه ولاد بن سباع جماعه قياده سيدي بوعدمان دائره جماعه بوروس. وليدك حكى فين حكى لك هذا الشيء هذا اللي كيعيش دابا؟ سيدي راه قالك ما تقراو سيدي والو هاد الناس هنا. واخا تفضل كمل لنا. الا قريت عند ذاك العام وما تقرينا والو. شنو هما المشاكل الحوايج اللي ما يعجبوكمش فيها؟ هي شي لباس غير محترم. وانتم ما كيعجبوكمش هذاك الشيء؟ لا ما تيعجبنيش. بينات بدلنا وبين ولاد البلاد حتى عندهم اجازه وقابلين الباك ديالهم. بينهم قريونا هنايا. والقرايه كتقريكم السوايع كاملين؟ لا تقرينا بعض الخطرات ساعه بعض الخطرات ما تجيش. كاع سيمانه كامله فيها هي نهار الحد ما تجي كتجي دخلت لنا وحده اخرى مثلها هي نيت دخلت لنا وحده اخرى ثاني باش نقري معاها وشكون قال لها جي شكون دخلها؟ هي اللي دخلتها عيطوا لها الجمعيه وداتها ودخلتها معاها اصحاب الجمعيه اللي في المغرب عيطوا لها وداتها معاها ومشات انتوما كساكنه ما كتشاوروا معاكم حنا ما خلصنا ما نعاودوا والو اشنو كطالبه ولدي؟ كنطالب بالله تحيد علينا الاستاذه بين الاساسي اللي عندنا في الدوار بينهم يعاودوا يقريو بين سميتها البنات من عندنا من الدوار بينهم يكونوا تا هما محترمين ويكونوا عارفين لباس مزيان. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.